يوم اللي يصلون إلى طريق مسدود تعالوا إلى حلول وسط. يا عمي شنو حل الوسط؟ أنا أعطيك الحل الوسط. الحل الوسط الذي يقبل به هؤلاء الناس أكثرية شعب البحرين سنة وشيعة وحتى من آل خليفة المظلومين بعضهم، ها الحل الوسط هو شيء واحد: اهرب بجلدتك، اهرب بجلدتك، اطلع روح، ماكو حل وسط.